ازاي ادي ناس حب وانا نفسي جعانه حب؟ سؤال حلو قوي. ما احنا قلنا اللي يشبع من ربنا يدلدق على الناس كلها، عشان كده ربنا يسوع كان يقول ايه؟ يقول ان عطش احد فليقبل الي واشرب، من امن بي تجري من بطني انهار ماء حي. يعني اللي يجي ربنا يشبع بربنا يطلع للناس يدي حب لكل الناس، ما يبقاش تعبان. بس اللي يشبع بربنا الاول.